نشرة الظهيرة، أهلا بكم. هذه أبرز العناوين. تواصلت طيلة الليلة الماضية في عدة مناطق التساقطات المطرية الأخيرة، كانت بمقاييس مهمة في الشمال على الخصوص. وأمطار مارس تخفف من وطأة 6 سنوات متتالية من الجفاف، وتساهم في استدراك الموسم الفلاحي والرفع نسبيا من التوقعات بخصوصه. المرأة القروية في صلب مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، نساء قرى شفشاون ممن أسسنا مشاريع ناجحة احتفي بهن بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. وفي فقرة ضيف الأحد، ضيفتنا هذا الأسبوع حنان الفاضلي، نحتفي معها ب30 سنة من مسار مميز أضاف الكثير للكوميديا المغربية. عاشت عدة مناطق بالمملكة تساقطات مطرية منذ ليلة أول أمس، وكانت بمقاييس مهمة خلال الليلة الماضية. بشفشاون سجل 78 مليمترا، في طنجة 41 مليمتر، 36 بتطوان، 29 مليمتر بكل من إفران ومكناس، 28 مليمتر بالجديدة، و27 مليمترا سجل بفاس، بسلا وتازة، 22 مليمتر، 28 مليمتر بكل من القنيطرة الدار البيضاء، 17 مليمتر بالرباط والعرائش. وكانت الأمطار بمقاييس أقل في عدة مناطق أخرى. والجزء الشمالي من المملكة كان له إذن حصة الأسد من هذه التساقطات. أعلى المقاييس كما أشرنا شهدتها شفشاون ب 78 مليمترا، كذلك في طنجة. من حيث نتابع هذه الصور، كانت التساقطات مهمة، بلغت مقاييسها 41 مليمترا، وتفاوتت مقاييس التساقطات المطرية إذن بالمغرب بشكل كبير من منطقة إلى أخرى، حيث يسجل أعلى متوسط للتساقطات عادة في مناطق الريف وطنجة والسواحل الغربية للبحر الأبيض المتوسط. أمطار الخير التي تسجل ولو بشكل متقطع زمنيا يعول كثيرا على المسجل منها في شهر مارس، وهذه الأمطار ستخفف من وطأة 6 سنوات متتالية من الجفاف، خصوصا على القطاع الفلاحي الذي يساهم بنسبة 14% من الناتج الداخلي الخام، والذي يؤثر بشكل كبير على النمو الاقتصادي، إذ ترتبط به معدلات النمو ارتباطا وثيقا. في جهة الدار البيضاء ستات، التي تضم مساحات زراعية مهمة خاصة زراعات الحبوب، تراوحت المقاييس بين 28 و9 مليمترات. ريبورتاج محمد ماجري، تحرير ياسين أنزوم. بثمار إيجابية، رفعت التساقطات المطرية التي تعرفها العديد من مناطق المغرب الآمال بخصوص موسم فلاحي جيد. عزوز، واحد من الفلاحين الصغار بولاد صالح، استبشر خيرا بعد التساقطات المطرية الأخيرة. الشتي وراها غتعاود بهيمة شوية في الربيع، بهيمة كانوا جيعانين شوية غادي يديروا، وخا الفلاحة شوية غتكون ناقصة، المهم بهيمة غيقدروا يشبعوا هنا لا تعاود زاد الشتاء مازال. دابا عندنا البقيرات هما سالحهم، دابا هما كتشوفو كيرعاو قدامكم، وهاد النعيجات هما كيرعاو، والحمد لله الحمد لله. والشتا الحمد لله مازال نطلبوا الله المزيد، راه باقي مارس، باقي ان شاء الله نطلبوا الشتا تزيد. أمطار الخير والآمال في أن تستمر، خاصة أن أكثر من 40% من السكان مصدر دخلهم من القطاع الفلاحي. تساقطات ستساهم في تحسين الغطاء النباتي بالنسبة للماشية، وتنعش آمال الفلاحين. كون ما صبت هاد الشتا ما عندنا ما نعطيوه، ما بقى عندنا لا تبن لا والو. الفلاحة راه كانت عجزت، كل شيء كان عجز. ودابا الحمد لله راه صبت، كل شيء راه زين، دابا راه كل شيء بخير وعلى خير. باقا تنفع الحمد لله القطنيه، باقا تنفع الذره، باقا تنفع البحير، باقا تنفع البطاطا، باقا كاع الناس اللي دايره شي حاجه على هذا الشتا غادا تنفعو. الامطار المتساقطه ستعود بالنفع على المزارعين، كما انها ستنعكس ايجابا على الاراضي التي تمت اعاده زراعتها، خاصه ان القطاع الفلاحي في المغرب يساهم بنسبه 14% من الناتج الداخلي للخام، فيما ايادي الفلاحين ترفع الى السماء لعلها تمطر خيرا من جديد.
في خضم الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة الذي يتم إحياؤه في 8 مارس من كل سنة، نتوقف في هذه النشرة عند المهام والوظائف التي تشغلها المرأة في صفوف البحرية الملكية. نتابع التفاصيل مع محمد إسرة. المرأة المغربية برهنت على الدوام على كفاءتها في مختلف المجالات. نساء البحرية الملكية نموذج للجد والمثابرة، استطعن أن ينافسن زملائهن من الرجال في مجموعة من المهام التي تتطلب المجهود والصبر. الصورة من فرقة التعلال بن عبد الله بالقاعدة الأولى للبحرية الملكية، نساء يشتغلن بجد وتفان لتأدية مهامهن على أحسن وجه. النموذج هنا من برج الملاحة، حيث تشتغل الملازم الأول البحري زينب الزعيم، تحرص على تأدية واجبها المهني بكل جدية ومسؤولية. منذ التحاق العنصر النسوي إلى صفوف البحرية الملكية سنة 2014 وتقلدهن مهام كانت حكرا على رجل، تبين أن الكفاءة والشجاعة لا تعرفان جنسا، وأن المرأة قادرة على الاشتغال في جميع المجالات بما في ذلك المجال البحري. وفي الأخير أنا كنشعر بالفخر والاعتزاز لانتمائي إلى طاقم الفرقة تعلال بن عبد الله، وسأواصل العمل بكل شغف وجدية في البحرية الملكية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، وسأظل وفية لشعارنا الخالد الله الوطن الملك. وبمركز المحركات تعمل الرقيب أمينة فقار دون كلل أو ملل في مجال الميكانيك للقيام بعملها، وتقدم أيضا يد العون لزملائها من الذكور في هذا المجال. كنسهر على صيانة معدات والأجهزة المتعلقة بإنتاج الطاقة، كما كنقوم بمراقبة الإعدادات المتعلقة بهذه الأجهزة. هذه الإعدادات كيمكن لي نتابعها من خلال شاشة المنصة الخاصة بهذا الغرض اللي كتوفر على نظام متكامل قصد إدارة الطاقة المدمجة. أنا جد فخورة أني عضو ضمن طاقم فرقة تعلال بن عبد الله اللي كيتميز بالاحترافية والتفاني، بالإضافة إلى الاحترام المتبادل اللي كيعتبر من بين المبادئ الأساسية في الوحدة اللي كنشتغل بها. فالمرأة أثبتت في القوات المسلحة الملكية على كفاءتها وقدرتها على تأدية جميع المهام المنوطة بها والتي كانت حكرا على الرجل، متسلحة في ذلك بالخبرة والمعرفة وبشعار الله الوطن الملك. المرأة في برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم شفشاون شكلت محور المشاريع التي حظيت بالدعم والمتابعة، سواء تلك المتعلقة بالتمكين الاقتصادي أو المتعلقة بمحاربة الهشاشة الاجتماعية. مشاريع ناجحة تقودها المرأة القروية والتي كانت حظية بالتكريم والتشجيع في حفل الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة بمدينة شفشاون. روبورتاج صديق بن زينة فاضل السعدوني. إكرا مخلوف فتاة لم تعق طموحها إعاقة الصمم، ولا حتى حين انقطعت عن الدراسة، بل انخرطت في تكوينات مهنية أهلتها لتقدم مشروعها في مجال الحلاقة وتزيين. فاستفادت من دعم برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم شفشاون لتتمكن بعد ذلك من افتتاح صالون للحلاقة. مورا الحلاقة الحمد لله دفعت الدوسي لعمل الإقليم شفشاون وجاوبوني ودعموني في هذا المشروع. إكرام مخلوف هي واحدة من بين العشرات من النساء، خصوصا القرويات اللواتي استفدن من تمويل مشاريع مدرة للدخل في إطار برامج التمكين الاقتصادي ومحاربة الهشاشة الاجتماعية بإقليم شفشاون، وهذه نماذج من المشاريع التي وضعت على سكة الانطلاقة والنجاح. ماشي كنجلس في بطل ما كنا نديرو والو، ومشينا للجمعية وتعلمنا الفصلة والخياطة كيفاش نخدمو حوايج عصريين تقليديين. مشاريع الحمد لله أعطت نتائج ملموسة ومكنت من المرأة المغربية وخاصة بإقليم شفشاون بالاندماج في النسيج الاقتصادي المحلي، وفرضت المكانة ديالها بجدارة واستحقاق.
ولأنهن كذلك فقد حظيت النساء المتميزات في مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتكريم خاص بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، فيما يتواصل تفعيل دعم الفتاة القروية من خلال توزيع دفعة أخرى من حافلات النقل المدرسي لفائدة تلاميذ وتلميذات العالم القروي بالإقليم. فيما يخيم شبح المجاعة على قطاع غزة، وفق الأمم المتحدة أحصي من بين الشهداء 25 شخصا توفوا بسبب سوء التغذية والجفاف، أغلبهم أطفال. يأتي ذلك فيما تتواصل المساعي لإيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المحاصرين والمهددين بالمجاعة على أعتاب شهر رمضان. وبلغ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه 56 بعد 100، ووصل جيش الاحتلال قصفه العنيف وألقى مجددا وابلا من القنابل على القطاع بمختلف مناطقه، موقعا مزيدا من الشهداء والجرحى، إذ ارتفعت حصيلة الشهداء إلى أزيد من 31 ألف شهيد. نشرة الظهيرة متواصلة، فيها أيضا ندوة في مدينة الدخلة عن التقنيات المستعملة في التدريس ودور الذكاء الاصطناعي والمنصات المحدثة لضمان استمرارية التعليم عن بعد. يبدعن في مجالات ترتبط بمجال العيش أو نمط العيش الصحراوي. نساء مدينة سمارة يبرزن منتجاتهن في معرض مسخر. وقبل ذلك، شهر رمضان الكريم على الأبواب، مراقبة هلاله مقررة مساء يومه الأحد 29 شعبان. وقد أنهت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى القضاة ومندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة أن يخبروها بثبوت أو عدم ثبوت رؤية الهلال بعد مراقبته هذا المساء. شهر رمضان المعظم، شهر الصيام والقيام، يغير العادات ويبدل النظام المألوف طوال الأشهر المتبقية من العام. ولأن قيام ليله يطول غالبا ما يتأخر موعد النوم خلاله، كيف يعيش المغاربة ليالي رمضان بين العبادات وحاجياتهم من النوم، وكيف يوازنون بين الأمرين؟ نتابع تصريحات بعض المواطنين. هو يجب على الشخص، أي شخص كان صغير أو كبير، خص الإنسان ما يكترش من النوم في رمضان. رمضان هو يعتبر شهر العبادة والغفران. هو النعاس هذا ديال وتبات سهران الكارطة وهادي راه ماشي معقول. إنسان تيمشي تيقعد مع وليداتو ويتعشى معاهم وكذا وسيباس ما كاين، وبايخا بليه الجامع، هادشي اللي كاين. هذا الشهر فهو شهر مبارك، خصنا نغتنموه. اما عن مساله السهر اللي تحدثنا عليها في رمضان، الانسان في رمضان ولا في غيره يعني خص الانسان يحاول ما يسهرش، ففي حيث ان الانسان كيبقى حتى لجوج ثلاثه كيصبح اصلا مريض، ما بين لانه لا نتشاضم في النوم ديالو وحاول مثلا على سبيل المثال انا تنحاول هذه الايام ما نفوتش 12 ديال الليل. لتسليط مزيد من الضوء على الموضوع، تحضر معنا ضيفة في الأستوديو، الدكتورة سهام صنهاجي، الأخصائية في علم النفس العصبي والسريري. أهلا وسهلا بك دكتورة. يعني حتى يمر شهر رمضان بما يرضي الروح ولا يبخس الجسد حقه، يجب أن تكون البداية صحيحة. نتطرق لهذا الموضوع ونحن على أعتاب شهر رمضان. يعني غالبا ما نعتبر النوم فعلا بديهيا دكتورة، ولا نتوقف كثيرا عند أهميته القصوى بل وحيويته. ذكرينا أولا، لماذا هي جد مهمة الفترة التي نقضيها نائمين، وحيوية ذلك بالنسبة لصحتنا لنمونا ولمناعتنا أيضا؟ أول حاجة، النوم فعلا ضروري جدا مهم للصحة بصفة عامة، لأن في خلال ساعات النوم عندنا الهرمونات يعني كتقوم بالعمل ديالها، الدماغ ديالنا السموم اللي فيه كيتخلص منها خلال ساعات النوم. بالنسبة لجهاز المناعة أيضا يعني كيقوم بالمناعة بالعمل ديالو عفوا. وهاد المسائل كلها إلا كان النوم ما كانش الجودة ديالو أو ساعات النوم قليلة، كيأثر بصفة عامة على الحياة اليومية، على الدماغ، على الجسد، على التركيز، على
مثلا ردود الفعل في الحالات معينة، يعني خصنا نحافظوا على النوم بصفة عامة. يعني عاد بالنسبة لرمضان يعني كتكون الأمور خاصة. طيب في حال عدم أخذ القسط الكافي ولما عشناش يعني الساعات الكافية من النوم، تأثير ديالك على ذلك على الصحة بشكل مباشر فيش كيتجلى بشكل عام؟ عامة أول حاجة يعني إذا هضرنا مثلا على العمليات المعرفية اللي هما تركيز الذاكرة، يعني هذه المسائل كيكون عليهم تأثير كبير، لأن باش نقدروا نركزوا خصنا نكون عندنا واحد النوم كافي. هادشي نقدروا نلاحظوا مثلا حتى في السياقة، وبالنسبة للإنسان تيولي المزاج ديالو كيتغير بسرعة وكيتوتر بسرعة كبيرة، ما كيكونش عنده الخاطر ولاش صعيب ردود الفعل، لأن مثلا علاش كنأكد على السياقة كيكونوا واحد ردود الفعل معينه خصها تكون دي ريفليكس تو بلاس، يعني كيكون داك التركيز الانسان ما نعش كافي فعاد ما يعتق راسو ولا يكون عنده واحد رد فعل في وقته كيتعطل، يعني هنايا كيكون خطوره اكثر. هذه بالنسبه مثلا القدرات المعرفيه. نرجع لان الانسان تولي موتر تولي معصب وما تيقدرش تكون عنده حياه طبيعيه الا استمر في هذه قله النوم، وتأثير ذلك ربما يكون أيضا على النمو عند الأطفال. عند الأطفال، الأطفال اللي كيسيرون في رمضان وفي نمط العيش والسهر في رمضان. فعلا، لأن لا الراشد ما خصوش يسهر، والصعوبة كتكون أكبر عند الطفل لأن فعلا النمو ديالو مرتبط بصفة كبيرة بساعات النوم ديال الطفل. لأن النمو وكيف كنرجع لأن النوم عنده علاقة بالعمليات المعرفية، لأنه هذا الوليد باش يقرا مزيان باش يكون النمو ديالو طبيعي باش يكون الجسد ديالو طبيعي وماشي مزيان فيكون ساعات النوم ديالو كافية. طيب دكتورة، نحن على مشارف رمضان، ربما غدا أو بعد غد إن شاء الله معروف أن فترة السهر تتغير في عاداتنا بشكل كامل، عاداتنا اليومية. ذكرينا بمعايير النمو الجيد وما هو الحد الأدنى من النمو من النوم الذي يجب أخذه، وربما بعض النصائح للحصول على نوم بجودة أعلى. جودة معينة فعلا. اول حاجه بالنسبه للجوده، ومن بعد ننتقل لساعات النوم. بالنسبه لجوده النوم، اولا الاضاءه اكيد خصها تكون، ما خصهاش نورمالمون تكون، لان حتى دراسات بينات على انه لو الضوء ضعيف جدا تاثر على جوده النوم ديالنا. اكيد ما يكونش صداع، ما يكونش ازعاج، لا الاطفال لا الراشد يعني بصفه عامه. ومنين بغي الناس يعني على الاقل ساعتين ما نهزش التليفون، لا تليفون لا تابلت، يعني لان هذوك لي غيون الشعال او الاشعه الزرقاء لقاو على انه كتاثر فعلا على النوم، كتمنع النوم. وكان نعاود مثلا دلال اي حاجه سلبيه ما نشوفهاش قبل من النعاس. هذه بالنسبه لجوده النوم. بالنسبه لساعات النوم، الدراسات بينات على انه الانسان الى نعس مده طويله بقى كينعس مثلا اقل من 6 ساعات يعني كيوليو مشاكل صحيه، منها المشاكل ديال القلب مثلا. وكنرجع على العمليات المعرفيه، لان الحياه اليوميه كلها غدا بالتركيز بالذاكره بالوظائف اللي هي مهمه عندنا. للاطفال غير الاطفال كناكدوا عليهم لان كاين النمو ديالهم عندهم واحد المستقبل معين، ولكن حتى الرشيد ما خصوش يهمل راسو، لان بصفه عامه خصنا نحافظوا على الصحه ديالنا اللي هي مرتبطه بشكل كبير بزاف بالنوم. شكرا جزيلا لك على هذه النصائح الدكتوره سهام السنهاجي الاخصائيه في علم النفس العصبي والسريري. شكرا لك. شكرا. التكوين والتعليم عن بعد ورهانات التدريس مواضيع ناقشتها ندوة بمدينة الداخلة نظمها المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، وتطرقت للتقنيات الحديثة المستعملة في التدريس ودور الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى المنصات المحدثة لهذا الغرض. روبورتاج نزار بوحوت، تحرير جليل بن فتا. المنصات الرقمية للتعليم عن بعد باتت بديلا مؤقتا لتوقف الدراسة في فترة الأزمات كما هو الحال في فترة كورونا، تقدم خدمات تعليمية للتلاميذ والطلبة عبر فيديوهات تفاعلية بين الأستاذ والتلميذ، وسيلة بيداغوجية إلكترونية سلط من خلالها المشاركون في الندوة الوطنية الخامسة المتمحورة حول التكوين والتعليم عن بعد الضوء على أهمية تكوين الأساتذة والأطر التربوية في هذا المجال. الأستاذ الآن مطالب بأن يعني تكون له سحنة وجانبية صلبة في مجال التكوين عن بعد،
لا يستعمل فقط في الحالات الخاصة، ولكن استعمال تكون عن بعد حتى في الحالات العادية. الدورة التعليمية التعلمية اللي كتساعد أي أستاذ أو طالب متدرب أو متكون في أنه يستمر هيك المسيرة الدراسية بطريقة ناجعة جدا، بحيث أنه غيتم إضافة مجموعة من الاستراتيجيات اللي غتكون أونلاين. يعني لو كان شيء تعثر أو شيء ما، فأكيد غيعاون بطريقة جد سلسة في تمكين التلاميذ من اكتساب جميع المعلومات بطريقة جد سهلة. ولقاء تربوي يروم تمكين الأساتذة من مهارات التخطيط للدروس عن بعد من خلال الذكاء الاصطناعي. فيما يخص الذكاء الاصطناعي، نتناول كل ما يتعلق بتوليد الذكاء الاصطناعي التوليدي لإعداد مصوغات تكوينية وإدخال الذكاء الاصطناعي في هذه المصوغات التكوينية. من بين المزايا ديال التكوين عن بعد هو تقريب التكوين من المناطق اللي كتكون بعيدة، وثانيا أنه الطالب أو التلميذ هذيك الدروس كتكون رهن إشارته في أي وقت، راهي يمكن يعودها عدة مرات، اللي كتكون عنده واحد المجموعة ديال يعني نقص ممكن يعودها. التطور التكنولوجي وما يوفره من إمكانيات أضحى عنصرا أساسيا في العملية التعلمية، الأمر الذي بات يفرض تبني مقاربات بيداغوجية مبتكرة تساعد التلميذ والأستاذ على حد سواء الإلمام بالتقنيات الحديثة واستخدامها بشكل جيد في التعليم عن بعد. إبداعات نساء مدينة سمارة في المجالات التي ترتبط بنمط العيش في الأقاليم الجنوبية للمملكة يختزلها معرض مصغر يقام بالمدينة احتفالا باليوم العالمي للمرأة. من سمارة روبورتاج يوسف ويشو زهير. هنا قبل 4 سنوات أنشأت الإدريسية مشروعها المتخصص في الخياطة بسمارة، بعدما استفادت من التكوين بأحد مراكز التعاون الوطني في هذا المجال. هي اليوم تطمح كما زميلاتها إلى توسيع المشروع وتطوير المنتوج كذلك. استطعت أنني نفتح مشروع ديالي خاص بيا، ودريك رحنا خدامين 5 علايات فيه، وكنعتمد بالأساس على الملحفة الصحراوية، نعدل فيها ياسر من الحوايج، ونتمنى نشاركوا في معارض كبيرة في خارج الوطن وداخل الوطن، ونعرفوا بالمنتوج الصحراوي اللي يعتمد على الملحفة. وعلى خطى الإدريسية تعرض العديد من النساء خريجات مراكز التكوين بالتعاون الوطني واتحاد الوطني لنساء المغرب فرع سمارة، يعرضن إبداعاتهن المختلفة قصد التعريف بها ولتسويقها كذلك. جايين اليوم نعرضوا منتجاتنا مناسبة عيد المرأة، وهذا هما اللي مناسبة باش حتى يعني حتى المدن الثانية تجي هما اللي تستقطب عنا في السمارة، باش نعطوهم منتوجات المرأة الحسانية. معرض فرصة لنساء السمارة باش يظهروا منتوجاتهم وإبداعاتهم في عيد المرأة. تحت لواء الاتحاد الوطني لنساء المغرب بسمارة نحتفل باليوم العالمي للمرأة تحت شعار نساء سمارة عطاءات متجددة في مجالات متعددة، لكن نبين للعالم بأن نساء سمارة يبدعوا في جميع المجالات. هي محطة أخرى تبرز جانب الاهتمام بالمرأة الصحراوية في أمسية احتفالية شهدت تكريم العديد من الفعاليات دعما وتشجيعا على المزيد من العطاء. وصلنا وإياكم مشاهدين اللحظة لفقرة ضيف الأحد، نستضيف هذا الأسبوع أيقونة الكوميديا في المغرب بمسار امتد ل30 عاما وبصمة وأسلوب متفردين ارتبط باسمها، هي الفنانة الكوميدية حنان الفاضلي. أهلا وسهلا بك حنان. شكرا الأخت زهرة، أنا فرحانة بزاف بتواجدي معك المرة الثانية. شكرا على تلبية الدعوة. متعة حقيقة، شكرا. بارك الله فيك. إذن تحلين ضيفة على نشرة الأحد، وأنت تحضرين لإطلاق حفل يحتفي بمرور 30 سنة من المسار في عالم الكوميديا. أكيد غيكون هذا الحفل حنان بطعم خاص بما أنه يحتفي ب30 عام. أكيد أكيد، 30 سنة من العطاء، العنوان ديال العرض هو 30 سنة من الضحك، فهي ماشي سيرة ذاتية، هما لوحات. اختاريت أن هذا العرض هذا نحتفل مع جمهوري
على خشبة المسرح، وأيضا كنت كنتمنى أنها 30 سنة لأنه كان مشروع، كنت كنتمنى أن الأب ديالي يكون حاضر معايا في هذا. الله يرحمه ولي برحمة الله، لكن شاءت الأقدار. مي غادي يكون تكريم ليه أيضا، فهي ماشي سيرة ذاتية، لأن لما كنتكلموا على السيرة الذاتية كتجرنا إلى بما يسمى بستاند أب، مع احترامي لهذا النوع من الفكاهة، لكن كنظن أن حياتي ماشي يعني حياة يعني تستاهل أن نتكلم عليها. الشخصيات هما مهمين عندي، بفضل الشخصيات اللي غادي نقدم غادي يمكن لي نتكلم ونقول شنو بغيت نقول كامرأة كفنانة كمواطنة كأم، شنو هما المواضيع اللي غادي نطرق لها. فأنا اختاريت المواضيع قبل الشخصيات. إذا الشخصيات وهذه المواضيع حنان، واش هي نوستالجيا لما قدمته طيلة 30 سنة أو أنه جديد ومواكبة لما يحدث الآن؟ هو مزج ما بين أعمالي سبق لي وقدمتها، يعني أفكار مواضيع، لكن أيضا هي رؤية جديدة على المجتمع، على شنو راج مؤخرا هذه السنوات، على أشياء اللي افتقدناها منها تلاحم، منها تعاطف، منها صلة الرحيم، منها عدة أشياء. هو هذا العرض كتسود واحد الطابع من النوستالجيا، وأيضا واحد الرسالة اللي حاولت أنني نمررها من خلال الشخصيات، هي التعاطف، هي الرحمة، هي أيضا تقبل الآخر والتسامح. هي هذه الرسالة ربما اللي ديما يحملها الفنان حنان الفاضلي، تحرص على تبليغ هذه الرسائل الإنسانية في الأعمال ديالها. معلوم، أكيد وما أحوجنا لذلك، لأن مع التوتر ومع هذا العالم اللي كنعيشوه والناس اللي ولات شي ما كيقبل برأي الآخر، فأنا حاولت في هذا العرض هذا نمزج ما بين الفكاهة وما بين المسرح وما بين شخصيات مركبة اللي كتحمل الرسائل، لأن الفكاهة لازم تحمل الرسائل. أكيد. وهذه الفكاهة ديال حنان الفاضلي اللي عشنا معها 30 سنة، يعني ثلاثة ديال الأجيال، شنو كتتذكر حنان الفاضلي من هذا المسار اللي طبع ربما المغاربة كاملين؟ كنت فكر يعني أول ظهوري على القناة الثانية، وأنا داخلة مع باب القناة الثانية، وأنا كنت فكر الزمن الجميل، كل ما قضيته في هذه القناة، الناس اللي اشتغلت معهم، الوجوه اللي توحشنا، أيضا الأخت نسيمة الحر، المرحوم عمر سليم، مدير القناة السابق عمر سليم الله يرحمه، السيد توفيق بناني سميرس المدير الأول للقناة الثانية اللي فتح باب القناة في وجهي وأنا في عمري 17 سنة، واللي تقفية وخلاني من 17 سنة ل 18 سنة حتى نبلغ سن الرشد باش يمكن لي تمضى معايا عقد، ودخلت القناة وتعلمت واستفدت الكثير بتأطير الأب ديالي الله يرحمه اللي كان كيدور معايا هنايا في القناة في جميع الاستوديوهات اللي صورنا فيها. فيمكن نتذكر غير الأشياء الجميلة في هذا المسار ديالي الفني، واللي كنتمنى أن هذا الحفل هذا يحس الجمهور شنو بغيت نوصل ليه كفكرة وكرسالة أيضا. وحنان غادي نرجعوا لأبرز ربما محطات هذا المسار المتميز الذي طبع الكوميديا المغربية خصوصا النسائية في واحد الوقت اللي ما كانوش فيه النساء بشكل كبير في هذا المجال. نرجعوا لهذا المسار كامل في هذا البورتري الذي أعده سمير بوحميدي، نتابع. ثلاثون سنة من الضحك عنوان بارز لمسار حنان الفضيلي. هذا التراكم من التجارب في الأداء والتمثيل في التلفزيون والسينما والمسرح جعل حنان الفضيلي تختار شهر مارس الذي يكرم المرأة لتطلق عرضها الفكاهي الجديد تحت عنوان 30 سنة من الضحك، والذي سيقودها في جولة بعدد من مدن المملكة، والبداية من مسرح محمد الخامس بمدينة الرباط، ثم العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، تليها برمجة جولة بمجموعة من المدن المغربية الأخرى. وبعد مرور 20 سنة على شخصية سوبر حادة، تلهم حنان الفضيلي كتاباتها الجديدة بهذه الشخصية. النجاح الكبير الذي بصمت عليه الكوميدية حنان الفضيلي جعل التذاكر التي طرحت للبيع
والتي تهم جولتها خلال شهر رمضان الفضيل تعرف إقبالا غير مسبوق. فمن منا لم يتابع حنان الفضيل على الشاشة الصغيرة خلال السنوات الماضية وفي مختلف المناسبات؟ أبدعت وتألقت ونالت رضا الجمهور المغربي بمختلف شرائحه. هذا المسار الاستثنائي ليس وليد الصدفة، فحنان الفاضل ممثلة وكوميدية من مواليد مدينة الدار البيضاء، فهي من عائلة فنية، فوالدها هو الممثل المغربي الراحل عزيز الفاضلي، وشقيقها المخرج المبدع عادل الفاضلي. لا شك إذن على أن العرض القادم 30 سنة من الضحك سيكون عودة جديدة ومؤثرة وقوية لفنانة كوميدية مغربية أصيلة. رمضان الله أكرم دم دم ترم رمضان كريم. جميع هذه اللقطات اللي تبعناها حنان في هذا البورتري يعني نتذكرها جميعا، نحن جيل التسعينيات والثمانينيات، طبعتنا رفقتنا. تألقت في التسعينيات حنان، لم تكن هناك الكثير من النساء التي يخوضن في عالم الكوميديا، يعني حدثينا عن هذه المرحلة، كيف استطاعت حنان أن تشق طريقا لها في حقل ربما كان حكرا على الرجال، دعينا نقول ذلك. نعم، وفي نفس الوقت أنا ما كنشوفش أن هناك فكاهة نسائية أو لا فكاهة رجالية، أنا كنشوف أن هناك فكاهة شنو كيتنطق من الفم ديال الفنان هو أهم. حقيقة أنا لما ظهرت كانوا أكثر رجال احتكار، ولكن ما ننساوش أن هناك رائدات اللي سبقوني في الميدان، المرحومة توريا جبران اللي كانت جسدات أدوار رجالية، وأيضا المرحومة السيدة خديجة أسد. فما يمكنناش ننطلقوا بلا ما نتكلموا على الرواد. لما كنشوفوا من وراءنا يمكن لنا نشوفوا شنو جاي وفين غادي نوصلوا. فأنا كنكن هاد الناس كل الحب والاحترام والتقدير، وبفضلهم لأنهم شكلوا قاعدة أساسية في الوقت اللي ما كانش وسائل التواصل بهد، واستطعوا أنهم يجلبوا الأنظار ويخلوا الناس تحبهم. فالله يرحمهم، المسيرة تستمر، ماشي سهل، ولكن المشعل لازم يتعطى واحد النهار. فاللي يمكن لي نقول اليوم على هاد الشباب اللي كنشوفوا، وحتى على الفتيات اللي بغاو يخوضوا هاد المغامرة ديال الفكاهة النسائية، فالأمر ماشي سهل، فهناك يعني خطوات، كاين اجتهاد، كاين عمل، واللي كنركز عليه هو التميز. لازم الإنسان لما يبغي يخوض هاد المغامرة خاصو يخمم كيفاش غادي نجي وكيفاش غادي نجيب الجديد وكيفاش يختلف على الآخرين. تماما، تميز. حنان فضلي، أنت اشتهرتي أكثر بالتقليد، يعني تميزتي كثيرا في تقليد الشخصيات، كيفما كانت هذه الشخصية موهبتك يعني كانت ملفتة، يعني تعتبرين أنها هو الأساس في هذه التجربة ديال حنان فاضلي ديال 30 سنة؟ نعم، لأن في الوقت كنا كنقلدوا الوجوه وكنقلدوا أيضا النجوم، فتميزت يمكن بمسألة ديال التقليد اللي كنت قلدت الأخت نسيمة الحور وتوريا صواف وعمر سليم، واحد النخبة من الوجوه اللي كانت محبوبة، وما كانش يمكن نقلدوا أي واحد، كنقلدوا غير النجوم. فكانت واحد تجربة جميلة، وفما بغيتش نبقى منحاصرة في التقليد، حاولت نفتح على أشكال وأنواع أخرى من الفكاهة، منها البارودية، ومنها أيضا تقمص شخصيات مركبة، وكانت أيضا تجربة في الكاميرا الخفية اللي بقى نتذكرها. فالحمد لله حاولت أنني ننوع في هذه المسيرة الفنية. وفي التجارب الكوميدية في المغرب يعني غالبا ما كتكون يعني مرتبطة بشخصية الفنان، كتغلب الشخصية ربما ديال الفنان على الدور اللي كيأديه. كنشوفوا الفنان ربما غالبا ما كيأدي نفس اللكنة، نفس الهدرة، نفس الطريقة في الأداء. التجربة ديالك حنان كانت ربما مختلفة، يعني جميع الشخصيات لعبتي تقمصتي الدور ديالهم، ما كانتش حنان هي الطاغية على الدور بل الدور الطاغي على حنان. كيفاش كنتي كتحضري لهاد الشخصيات وكتمكني منهم بهذه الطريقة؟ هذا هو اللي كنشوفه جميل في هذا الميدان، أنك سواء كنت على خشبة المسرح أو أمام الكاميرا، لما كتقمص الشخصية كتخرج من نفسك وكتولي هذيك الشخصية. فهذا شيء جميل أنك تقدر تخرج تنسى نفسك، يعني النسيان، كتنسى نفسك وكتدخل في شخصية،
وكتعاود تقمصها وكتتكلم بلسانها ومعاناتها ايضا. فهو اشتغال وسي لو سونس لوبسيرفاسيون. كنتقمص الشخصيه وكننسها نفسي وكنولي انا هي كتمشي للتفاصيل ديالها. تماما. واديتي شخصيات مختلفه من جميع الطبقات والاوساط الاجتماعيه والثقافيه، يعني هذا التلون في الشخصيات ربما سمح لك حتى تخوضي بشكل سهل الشخصيات اللي هما مرتبطين بصور نمطيه ستيريوتيب دون الوقوع في الفخ ديال التعامل مع الشخصيه بسطحيه. يعني ما كانش هناك جدل بخصوص هذه الشخصيات، كنت كتقمصيها بشكل سهل. كنت كنميز ما بين شكون انا وشكون الشخصيه، لان هذه مساله مهمه، لان دخلت في الشخصيه 100% ونسيت راسي عاوتاني كتولي مساله اخرى، كيولي مشكل شويه بسيكولوجي. مي هي طريقه اشتغال، هي كما قلت لك لو سونس لوبسيرفاسيون، هي كتخدم على واحد الشخصيه وكتميز ما بين شكون انت وشنو بغيتي تقول من خلال هذيك الشخصيه. فأكيد أن الشخصية كلها اللي قدمتها هي كتمثل عدة شرائح فاللي كنت أنا قريبة منهم، وهذا هو اللي خلاني أنني عندي أصدقاء من كل الطبقات، ويمكن لي نقضي واحد الوقت طويل وأنا كنتكلم مع مثلا حارس السيارات، مع السيدة اللي كنمشيو في الحمام، مع لاكوافوس، أي بلاصة في أي مكان أي شخص هو مهم وعنده قيمة ويستاهل أننا نسمعوا ليه وأننا نتكلموا بلسانه. طيب حنان الفاضلي، طيب أنت ابنة الراحل عزيز الفاضلي الذي تألق في الدراما والكوميديا لعقود، التأثير ديال الوالد على مسيرتك وعلى مسيرة أشقاء أيضا، كيف يمكن أن تتحدثي عن هذا التأثير بعد 30 سنة وبعد رحيله الله يرحمه؟ تأثير واضح وملموس، وعمره ما جبرنا أننا نخوض هذه المغامرة الفنية. هو كان كيشتغل في العالم ديالو، حنا اطفال وحنا كنشوفوه باعيون اطفال، هو كيعمل في الحقل ديالو الفني، هو كيصنع من الدميه كيخلق منها في نفس الوقت معذره، لان كنحاول دائما صحيح. في اللقاءات انني نتكلم عليه ونكون حارصه على انني ما تدمعش العين، ولكن القلب دائما غيبقى يدمع لانه فنان كبير وعطى الكثير المجال الفني. تقمص شخصية بائس الديس اللي كانت ماشي شخصية رئيسية في الجزء الأول، وبقوة ما خدمها واشتغل عليها من قلبه في الجزء الثاني. السيد المخرج السيد الدرقاوي الله يطول في عمره ويعطيه صحيحته كتب الجزء الثاني عليه هو. الشخصية ماشي سهل أنه يمثل واحد الإنسان اللي كان عنده واحد الخلل في العقل ديالو، في نفس الوقت كيحس كل ما كيروج يعني حوله. الأب ديالي قدم النشرة الجوية، ومن بعد ما كانت كتعلن على اخبار حروب مشاكل في العالم، وكان كيجي هو بديك داك الحس الفكاهي ديالو، كل نهار كيلقى فكره. اليوم كانوا حلو ان نلقاو 30 فكره خلال شهر رمضان. هو كان ما شاء الله عليه، ما شاء الله الله يرحمه، كان كل نهار كيلقى فكره متميزه الله يرحمه. كنشكرك الحاج اللي عطيتيني كل ما عندك ليا والاخواني، بقى الام اللي هي المحرك، يا ربي خلالينا المحرك الاساسي لهاد العائله، ما كنتكلموش عليها بزاف ولكن بما يسمى بجندي الخفاء. هو هذا المسار ديال الوالد وايضا الدور ديال الوالده، ربما تكرمينهم من خلال اكيد هذا الحفل ديال 30 سنه. اكيد اكيد، بلا رضا الوالدين وبلا وقوفهم معنا وبلا تاطيرهم وبلا نصائحهم، يمكن يعني واخا كاين لو تالون ولكن التاطير بالنسبه للفنان ولونكوراجمون ولونكادرومون مهم، شي حاجه مهمه. فكنشكر الاب الله يرحمه، وكنشكر الام الله يطول عمرها ويرحم جميع الاموات. وان شاء الله موعدك مع الجمهور تمامي. سيتجدد اذا مره اخرى في الحفل ديال ثلاثه عقود من الاحتفال بهذا المسار. كنشكر ورك ايفنت على راسها سي احمد بلامين اللي اقترح عليا هذه الجوله، وان شاء الله في لو 17 عندنا في مسرح محمد الخامس بالرباط يوم 21 سولد اوت و22 و30، وهناك ايضا دي دات اخرين جايين ان شاء الله. كنشكر الجمهور المغربي اللي دائما ساندني ودائما كان في جنبي ووقف معايا، وبغيت نتقدم ونقول لهم شهر رمضان مبارك سعيد، يدخلنا بالصحة والعافية، والله ينصر سيدنا والأسرة العلوية
واللي دائما مع الفنان ومع الفن في هذا البلد السعيد. شكرا لك حنان الفضيلة على قبولك الدعوة ومسيرة موفقة بإذن الله. شكرا، وبغيت نشكر الأخت زعتراوي على اللي عرضات عليا باش نكون معك الأخت سهرة في هذه الجلسة. أخت وصديقة وعزة، شكرا بارك الله فيك. شكرا حنان الفاضلي. نختم النشرة بعرض خاص للقفطان بمدينة الدار البيضاء، احتفي خلاله بالزي النسائي التقليدي المغربي الذي بات أيقونة للأزياء عالميا. روبورتاج يوسف الغازي، تحرير محمد إسرا. تفاصيل والاحتفالات في الأعراس المغربية لا تكتمل إلا بارتداء الزي التقليدي، والحديث هنا عن القفطان المغربي برمزيته التي تعبر عن عراقة وغنى الموروث الثقافي المغربي. هذه السنة بالخصوص أضفنا مجموعة من التعديلات على لا توني ماروكين، درناها بلو مودرن افيك اون توش مودرن للسيدات الموظفات اللي يمكن لهم انهم يرتديوها في العمل ديالهم. اليوم جيت باش نوريكم كوليكسيون ديالي جديده اللي كانت فيها الدخله ديال الطيفور، دخلت العروسه بالطيفور وفيها دي تونيو اللي هذا العام بغيت نوريكم شنو غيكون ان شاء الله هذا العام. تشكيلات متنوعة من القفاطين المغربية التي تحاول أنامل المصممات إدخال ابتكارات جديدة مع الحفاظ على الزي التقليدي في هذا المهرجان المخصص للقفطان المغربي في دورته السادسة. كوليكسيون إن شاء الله غادي تكون ستيل تراديسيونيل، وفي نفس الوقت غادي كيكون ستيل برينسيس. الباسي ديالي كلهم مخدومين باليد. اكتشفت اليوم مجموعة من الإطلالات ديال عارضة الأزياء من مجموعة من النقافات ومن الزيانات، كاين إبداع، كاين اون توش سبيسيال. المهرجان فرصة أيضا لتكريم نساء بصمن اسمهن في مجالات متعددة، وذلك للاحتفاء بتألق وتميز المرأة المغربية. وقبل ختام النشرة أشير مشاهدينا إلى أنه بعدها مباشرة تلتقون بعدد جديد من برنامج ريبلاي مع القسم الرياضي والزميلة جيهان جهوري. عدد اليوم خاص عن 8 مارس، اليوم العالمي للمرأة. الاتحاد البيضاوي النسوي، سابدا بخديجه. الا خديجه غنتحدثوا بدايه ترى ومحطه فخر خديجه اكيد. نعم، بالنسبه للجائزه في ختام النشره اليكم تذكيرا بابرز ما جاء فيها. تواصلت طيله الليله الماضيه في عده مناطق التساقطات المطريه الاخيره كانت بمقاييس مهمه في الشمال على الخصوص، وامطار مارس تخفف من وطاه 6 سنوات متتاليه من الجفاف وتساهم في استدراك الموسم الفلاحي والرفع نسبيا من التوقعات بخصوصه. لإعادة مشاهدة النشرة ولمزيد من الأخبار تفضلوا بزيارة موقعنا دوزام.ما وتطبيق ماي دوزام على شاشة الأنباء متواصلة بعد هذه النشرة باللغة الأمازيغية. أنفسواغ ويكند مع وادي عددة، والمسائية تقدمها رحمة الحناوي. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.